حمله تمر الله فيا كل شيء في الله تمر فيا كل شيء تحمر كل ما تقدري ودابم تمر فيا خدام راسي انا الجنه وانا اذا مشاهدينا ومتابعينا الصفحه الرسميه شوف تي في لايف حنا الان كنتواجدوا منطقه الزواغه بمدينه فاس معنا واحد الحاله اللي هي يرسى لها لا حول ولا قوه الا بالله مسنه كتعيش في كراج ما كاين لا حليل لا رحيم ما عندها لا ولاد لا حتى شي حاجه غادي نخليكم مع التفاصيل ديال هذه المسنه شكون كيتصر عليك الميمه؟ الدراري بقاو يضربوني بالحجار يشيروا بالحجار ويشيروا بالحجار مسكينه قولي له قولي له يضربوني بالحجار وبالليل كيتسع عليا الكراج الميمه عاودي لنا شنو خاصك دابا انت هي فين عايشه؟ انا ختني اه كيما حد تسفني اييه شكون عطيك هذا الكراج وشنو كيعطيك الماكله شكون اللي كيعطيك؟ عطيني لي ولا دام الله عمره الماكله لا الماكله شكون كيعطيك الماكله؟ الحومة عطوني البطاطا عطوني الخضرة وعطوني البيض وعطوني كل شيء وفي فوقاش انت عايشة في هذا الكراج؟ اه فوقاش انت عايشة في هذا الكراج؟ هذه ثلاث سنين ثلاث سنين وانت عايشة في هذا الكراج؟ اه والمرض مرضت 2014 مرضت هذه سبع سنين لا حول ولا قوة الا بالله كيكونوا الطبات هنا وكي اه البارح هي الطبة هنا واحد النهار عضوني من هنا طبة لا حول ولا قوة الا بالله ربيت القطوط بقاو يجيو لي الدراري يعباهم لي يعني كيف ما سمعتوا مشاهدينا ومشاهدين الصفحه الرسميه ديال قناه شوف تي في هاد الام ديالنا كاملين قالت لك راه عايشه مع الطوبات وعضوها كيعضوها قال لك باللي فالله يجازيكم بخير الناس اللي معنا في هذا اللايف التليفون ديال هاد السيده ها هو عندكم الله يرحم لكم الوالدين هاد السيده كتطلب غير فين تستر الله يجازيكم بخير اختي المحل ديالي بقى تهضر ليا بالليل كما سمعتي انت في الجلسه ما عندك لا وليدات لا راجل لا والو من هنا كيدوز الشمكاره فهمتي كيدوز الشمكاره ما عندي حتى واحد عندي اربعه خوتي اه وجوج بنات وحده متزوجه في الزبيطه وحده هي هنا في ما كيسولوك كيسولوا فيك ولا لا؟ هذه التويقه تجي ونجد عليها لا حول ولا قوه الا بالله كيكون فيك في البرد هنا والشتاء كيفاش كتكون؟ انا صابره كيجيك البرد ولا ما كيجيكش هنا؟ لا منين يصبح الحر يجيني البرد وفي الصاد عاوتاني كيكون الصاد كيكون الصاد ما كيكونوش قدراتي مسكينه لا حول ولا قوه الا بالله ما كيكونوش قدراتي الصاد كضرب عندك الشمس اللي هنا كتسخن هذه البلاصه هذه اه كضرب في الصباح ونوض ونغسل وجهي ونكتب راسي نبا الحليب نبا اتاي مشي اللي عطاوني الماء عطاوني وري وري فين عايشه ولاد كما شاهدتوا معنا مشاهدينا فين عايشه السيده فين عايشه السيده هذه فين عايشه معنا معنا تفضل اخويا خويا اجي بحال خويا عاود لنا الحبيب السيده هذه انتم اللي في الحومه ديالها واللي معاشرين هذه ثلاث سنين وهي كتقول ساكنه هنايا كيفاش الحاله ديالها اخويا؟ مسكينه هذه الام هذه مسكينه كنشوفوها نهار على نهار كتموت بعرق وكتبقى فينا مسكينه شو على حال اللي عايشه فيها هنايا راه بحال الام ديالنا راه كتبقى فينا كنبكيو عليها بالدم كون بقى لنا الجهد ديالها ولا هذه راه حنا اللي نعاونوها حنا اللي نتعاملوا معها مسكينه راه حنا بعض المرات اللي كتكون عندنا راه كنجيبوا لها وكنطروها وكنغديوها وهذا فهمتي ملي كنكونو الوقت ديالنا مفارق ملي كنكونو مشغولين راه ربي اللي كيحسن عاونها كتكون مسكينه هي بوحدها ما قادرات لا دير حتى شي حاجه حاله ضعيف ما كتمشيش مسكينه ما كتمشي ما والو عندها هاد الكرسي هذا اللي في الكروسه مره كتدفع بها شي وليد ولا بعض المرات ما كتمشيش ديك الوليد كتدفع على راسها محنه مسكينه عندها يد تسبي يد عندها يد مهرسه شي شويه عندها مسكينه 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 واخا تما كساكينه شنو كطالبوا بها المسكينه؟ هذا كنطالبوا المحسنين يتعاونوا معاها ويشوفوا من حالها شي اللي كتعرف الاخ معنا
اخ مقرب مع تكونوا كتشاهدوا معنا مشاهدينا هذه السيده مسكينه اللي كتعيش في هذا الكراج هذاك. الشمس عليها، البرد عليها، كل شيء عليها، الفيران، الطوبه، كل شيء كيجي. تفضل اخاي، معنا هذا الاخ من الجيران ديالها، الشباب اللي عيطوا لقناه شوف تي في. واحد سوء صغيور، هذه الانسانه هذه مسكينه لاقيه هنايا كتلقى المرض، كتلقاه في الشهر، كتلقاه في الصيف، في الكراج. انت كتشوف الكراج راه كيطلق عليها العافيه، الحراره، راك عارف اصل البلاصه هادي ما صالحه لهاش كاع. الطوبات حنا بالليل، حنا ساكنين هنايا قدامها، الطوبات بالليل كيبنا الديور وسط الديور. حركه هاد الانسان مسكينه كتبغي تشم واحد شويه ديال الهواء، كتشم واحد شويه ديال الهواء كيبقى يدخلوا لها الفيران. كانت دايره القطوط كيجيو الدراري باسلين يبقاو يشيروا عليها بالحجر. مع مسكينه راه مقعده ما كتحركش، مسكينه ما كتحرك ما والو، عندها واحد اليد مسكينه كضرب غير بيدو. هادي هي الكروسه ديالها، هاد الكروسه هادي ما صالحه ما والو. هاد الكروسه ما شنقول لك، راه الله غالب مسكينه، راه كتحرك بها ما والو. دابا هادي هي بلاصتها، فهمتي؟ اي حاجه كديرها كدير في حوايجها، كلشي كديرو في حوايجها مسكينه. الشباب اللي قايمين بها يعني ولاد الحومه اللي كيعناو بها، غير بنات الحومه اللي كيعناو بها وكيجيو لعندها كيطلعوا عليها مره مره. هادشي اللي كاين. دابا كنطلبوا من المحسنين يعاونوا هاد الانسانه هادي مسكينه، يشوفوا بها يديروها في عين بحال امهم، فهمتي؟ شكرا خويا، مرحبا. نتمنوا من المحسنين يسمعوا هاد النداء ديال هاد الشاب. هذا الشاب مسكين اللي قال بان خص المحسنين يعاونوا هاد السيد. هادو شباب ديالنا هنا في هاد المنطقه، هما اللي تواصلوا معنا. هادو من الشباب اللي كيتهلاو فيها هنا في هاد المنطقه. خويا عاودنا الحاله ديال هاد السيد هادي. التليفون شاعل. التليفون شاعل. السلام عليكم. قلت هاد الانسانه هادي مسكينه كانت مع عايشه مع اختها وما تفاهمش هي وياها، مع شويه مريضه واختها مريضه، ما هي مريضه بالسكر وهادي مريضه بالسكر، ما تفاهموش. من بعد جاو شي مرا هنا جات لي هنا هكذا شما يتسمى معطاوها هنايا جات تسكن، ولكن من هنا جات تسكن ما الحاله ديالها ما تسحملش الكاج، حيت المحل صغير، طواليط ما عندهاش، هي ما تقدرش تدخل الطواليط، عندها هي زوج كيفاش ليها، راه عندها هي كرسي دايره فيه سطر باش تدخل الطواليط ما عندهاش، و ما تسوقف ما تقدر لا تمشي لا شي. هي اللي هود عليها الريدو شي واحد بالليل جا، لان ما طلعوش الناس، بقات تغوص يطلعوا عليها وما يطلعش، الناس بقى واحدة. هنا ما ساعدوها شي حاجة، هنا تبقى واحدة، واحد الحالة مسكينة عايشة ما كاينش شي حالة. وانتم شويش كتجيو تزوروها مرة مرة. هنا الناس اللي جاو عاونوها، هنا جاو الناس عاونوها هكا بالليل وباللي بخصوصا كاين هنا حيت حدا غنى الزيتون هنا الخلا وداك الشيء، كاين اللي تيكون سكران مخدم تيجي بقاو يطلعوا عليها الريدو هادي، هي ما تبقى تغوت مسكينة غير بوحديتها تيوليو يمشيو وما تيكون. فهمناك خويا. وبالنسبه للصيف كيفاش كتعيش بين درجه الحراره اللي كتكون مرتفعه؟ 42 43 الصيف تتعيش واحد الحاره مشكله، الدب ما كيتبقى عليها هنايا الاخر، فهمت؟ ما كاينش، هي ما تقدرش تنظف هذه، الناس اللي تيجيو ينظفوا لها وداك الشيء، تتعيش واحد الحاله مزري ما نقدرش نقول لك نوصفها لك كاع، معذبه هنايا. غير نطلبوا من الله المحسنين يجيو يعاونوها وداك الشيء، نطلبوا من الخد ديالو دوش عاوتاني، لا ما جاوش دوش ولا ما تدوش الحوايج ديال هادي، ما جاوش الناس عاونوا حيدوا ولا وصيبوا ولا راه ما تصيب راهي الناس عاونوا هنا عاوتاني. عندها الثلاجه ديالها ما جاتش، جاو شي واحد فتحها وجبدلها شنو ما تجبدهاش. المهم الا ما كانش شي واحد اللي يساعدها راه ما دير والو، ما دير والو. الا ما كانش شي واحد ما مساعد ضروري، خص شي اول حاجه خص شي مراني تكون تجي شهري يوميا تجي تعاونها يوميا، خص شي مراني تجي تساعدها يوميا، الا ما كانش ما تقدرش تعيش بوحديتها. شكرا خويا، نتمناو من المحسنين يسمعوا هذا النداء ديال هذا الشباب هذا حول هذه المسنه مسكينه كتعاني في هذا الكراج لمده 3 سنين وهي عايشه فيه. المعاناه لا حول ولا قوه الا بالله، كما كيقولوا على لسانهم، كتعاني من الطبات، كتعاني من الصاد، كتعاني من الشتاء. هي مسكينه قالت لك الطبه راه كيقيل يدور عليها، الطبات كيقيلوا ضرورة عطاتها شي طبه كما قالت. نتمناو من المحسنين يشوفوا في هذه المسنه، راه السكينه كلها عزيزه عليها هذه المراه، مي عيشه راه عزيزه على هاد السكينه، وكلشي كيبغيها وكلشي كيعاونها. ونتمنى ان شاء الله باذن الله ربي يوقف معها وهاد الوليدات معها، واللي بغى يتصل راه التليفون. تفضل اختي، مرحبا بك اختي. اجا اختي كيلا كتعاون. حنا جينا باش يصوروا.
كاين شي محسنين يعاونوها مسكينه. هاد المراه هادي راه في هاد البلاصه هادي في هاد الظروف ديالها معقده. لا لا قادش دايرين نمرتها في نمر حيت هما اتصلوا بينا راه قال لك واحد السيده راه كتعانينا جينا نديروا نداء للمحسنين ان شاء الله يجي يعاونها ما تبقاش في هاد الكراج هادي مسكينه راه عزات. شنو انت اللي كتعرفي على هاد البنيته على هاد المراه هادي؟ انا هاد السيده ديجا كنت تلاقيتها غير في الحمام ومسكينه حسبني انا غير امراه عاديه. قالت لي حكيت لي حكيت لها غسلت لها قالت لي انا راني مشلوله من يدي ومن رجلي طاعت لي قلبي غسلت لها هي هذيك بقيت كنصور فيها ساعه ساعه. لا حول ولا قوه. كيفاش كتعاني مسكينه هذه؟ معاناه شي حاجه لا يرثى لها. انسان ما خصهاش تبقى بعد اولا هنايا لان هاد الجهه كلها خاويه ما فيها حتى شي والكراج والكراج والسود والصداع عليها والبرد ملي كيضرب لها اللي كيضرب لها في راسها والبرد والصيف ملي كيجي ملي كيكبر وكيوصل لواحد لاج يعني خاصو العنايه وخاصو اللي يحن عليه واللي يرأف به. يعني بحال هاد السيده هادي خاصها شي انسان اللي توقف معاها اللي تعاونها اللي تساندها اللي تكون معاها في شي دار ولا اوموان واحد الشومبر تكون فيها يعني محتاطه بالامان يعني ما تكونش في واحد الخلا. حنا راه حنا بلاد حضاري وبلاد يعني كبير ماشي 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 شي. نتوما بدوركم كتعاونوها كتعاونوها نتوما بدوركم. حنا بدورنا يمكننا نساعدوها بحال دابا ما تاكل او ما تشرب او كاع. راه كانت واحد السيده كتجي مسكينه كتغسل لها كتهدف في سبيل الله دابا ملي شد الحمام يعني ما لا حول ولا قوه الا بالله. حتى باش غطلعها في الدروج يعني مسكينه ما عندهاش القدره باش تطلع في الدروج. مسكينه ما خصهاش تبقى مسكينه هنا صراحه ما خصهاش. شنو الرساله ديالك اختي؟ المحسنين. الرساله ديالي هي كنادي المحسنين الله يكثر خيرهم الله يجزيهم بخير يشوفوا في هذه الانسانه بعين الرحمه ويرحموها وما يخليوهاش في هذا الكراج هذا لان ضايعه مسكينه ضايعه لا ماديا ولا معنويا. يعني واحد اخرين اللي لاباس عليهم تيتخلصوا وتيلقاو اللي يعاونهم وهي اللي محتاجه للاعانه ومحتاجه لهذ الخلصه شهريا ما كاينش اللي يوقف معاها. كما شاهدتي معنا مشاهدينا وسمعتي معنا هذه السيده كنتمناو من المحسنين يسمعوا النداء ديال هذه الاخت هذه واللي بغى يتواصل معها راه النمره ديالها راه كاينه في لاباج يتواصلوا معها المحسنين الا بغيتيو الحج ها هو الحج. كنتم مع شوف تيفي مباشره من زواغه بفاس.